يقول أريد من الشيخ صالح حفظه الله ونحن ندعو له أن يقدم نصيحة لأولئك الذين يصلون على الكراسي فضيلة الشيخ، بعضهم يتقدم على الإمام وبعضهم يتأخر، ما التوجيه في هذا الموضوع؟ إذا احتاجوا إلى الصلاة على الكراسي فلا بأس، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن لا تضخم الكراسي تكون كبيرة الحجم بحيث أنها تأخذ من الصف مساحة لا حاجة إليها وتضايق المصلين أيضا، يخفف الكرسي مهما استطاع. هناك كراسي خفيفة ومختصرة يأخذون منها، الملاحظ أنهم يجيبون كراسي كبيرة أو خشب أو هذا لا حاجة إليه ويضايق المصلين. وأما التقدم يحاول أنه يكون بحذاء الصف مهما أمكن. نعم.